أمانة لديك يجب عليك أن تقوم به أحسن قيام، أن تتحلى بأخلاقه وأن تتخلق بفضائله. العقيدة الصحيحة أمانة لديك، فكن صادقا في الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا